Cheese and Young, welcome back or welcome to my channel if you're new. ايوه حصل، انا طلبت اكبر طلبية من شيان. فاكرين يا جماعة في فلوج من الفلوجات كنت بقولكم ان انا عايزة اشتري من شيان، فلقيت انه شيان بعتولي وقالوا لي احنا حابين ان احنا نتعاون معاكي ونبعتلك شوية حاجات. متحمسة قوي اوريكو الحاجات، بس طبعا مش هاجيلكو ايدي فاضية، وجبتلكو هنا كود خصم تقدروا تستخدموه هيديكو 15% خصم. هما دلوقتي عاملين البلاك فرايداي سيل، الخصومات رهيبة والاسعار اصلا تحفة. حابة اشكر شيان ان هما عملوا سبونسر للفيديو ده، ويلا بينا خلونا نبتدي ونفتح البوكس ده. انا مش عارفة اشيل البوكس من كتر ما هو كبير وتقيل. خلونا نبتدي الانبوكسنج. اول حاجة وهي السواتشيرت اللي انا لابساها دي، هو بلوفر مش سواتشيرت، كولابوريشن ما بين دايزي وستار سيريز. بصوا الباكجينج كيوت ازاي، انا جايبة مقاس لارج، وعايزة اقول لكم يا جماعة الماتيريال بتاعته ناعمة بطريقة مش طبيعية، واللون اتس سوبر كيوت. وهقول لكم بقى على تيب يا جماعة، وانتوا بتشتروا اي حاجة سبيشالي اللبس بصوا في الريفيوهات، لان بجد الريفيوز بتساعد جدا. يعني وانا بجيب كل الحاجات دي صدقوني الريفيوز نفعتني. وطبعا هسيب لكم اكواد كل الحاجات دي هنا في حتة ما في السكرين عشان لو عايزين تطلبوا زيها. انا هاخد كده الحاجات عشوائي من البوكس دي. يا جماعة اختراع في الصيف لما الكهرباء كانت بتقطع، الواحد كان بيقعد حران. بصوا بيجي ده معاه الشاحن بتاعه، في منها طبعا الوان كتيرة جدا، بس انا اخترت الابيض لان حسيته كيوت قوي. طبعا هتقولي فرح انت جايبه سماعات ولا ايه؟ لا، دي يا جماعة تكييف متحرك. هنا في كده الاون والاوف، مروحة يعني، ندوس هنا سامعين، بحطها حوالين رقبتي يا جماعة وبتطلع هوا. في الصيف الموضوع ده بجد هيبقى عملي جدا. الاختراع ده انا هديله 10 من 10. نيكست عندنا دي، لقيت الكيوت القربة دي بجد يا جماعة. بصوا شكلها عامل ازاي وفلافي قوي، عايزة اقول لكم ملمسها رهيب، حلوة قوي. يجي منها الوان تقريبا ازرق واخضر. دي القربة ذات نفسها بقى بتملوها مية سخنة وبتدخلوها جوه دي، فده بيبقى شكلها وحجمها حلو جدا. بالنسبة لي convenient، اول مرة اطلب من شيان انتوا متخيلين، ومش هتبقى اخر مرة لانه بجد الكواليتي يا جماعة رهيبة. تعالوا نكمل الكاب دي، وكان في اوبشنز كتير قوي للكاب. جاية دي جواها عشان الكاب ما تبصش من ورا كده، تقدروا تظبطوها. اوه شكلها حلو قوي قوي قوي، كواليتي كمان بتاعتها حلوه جدا. تشيل فايبس. هستنى رايكم في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم في الحاجات اللي انا طلبتها. وكمان لو انتوا طالبين حاجه من شيان وعجباكوا جدا وشايفين ان انا لازم اجيبها اكتبوا لي عشان المره الجايه ابقى اجيبها. جبت التيوليبس دول، وبرده كان في منهم الوان كتيره جدا. واو يا جماعه الجوده بتاعتهم حلوه قوي، I love them. طبعا انتوا عارفين قد ايه انا بحب احط حاجات على المكتب بتاعي واستفيد منها في نفس الوقت. كالندر دي شكلها واللون بتاعها حلو قوي. هما بادئينها من شهر 9 اللي هو بتاع السنه دي بتاع 2023، بعد كده بقى 2024. وطبعا زي ما انتوا شايفين الالوان تحفه ازاي. من ورا في كده حته ممكن تكتبوا فيها، بحب كل شويه اجدد او احسن من جوده الفيديوهات بتاعتي. جبت اللي هو الميكروفون اللاسلكي او الوايرلس، ودي انتوا بتحطوها في الموبايل، وفي برضو ان انتوا تختاروا لو عايزين مايك واحد ولا اتنين. بيجي معاها الكليبسه دي عشان مثلا تركبوها في التيشيرت. بيجي الشاحن عشان تشحنوه. يلا نكمل. لو انتوا بقى بتشوفوا فلوجاتي، ايه يا جماعه اكتر حاجه انا بحبها؟ الكوبايات. كان عندهم فرايتي من الكوبايات مش طبيعي. بصوا يا جماعه بصوا قد ايه كيوت. هي دي بلاستيك، فانتظروا بقى نعمل فيها الدرينكات بتاعتنا، ميكس كاراميلوز وكده. وبيجي معاها الشاليمو، مش عارفه انتوا بتسموه ايه، مصاصه، شاليمو، سترا. حسن انا عايزه اقوم اعمل درينك حاليا. بصوا بقى دي، كنت خايفه ان هي تيجي مكسوره. ياخدوا بالهم قوي من الباكجينج. عندنا اول حاجه دي، دي يا جماعة مراية حلوة، انا افتحها مع بعض. بصوا يا جماعة شكلها تحفة ازاي. Say hi. واو قولوا لي سوفر الحاجة عجبتكم ولا لا. جبت ده لدريكسيون العربية، لازم تتوقعوا مني ان انا اعمل ده. والحلو ان ده يعني يجي على اي مقاس دريكسيون الاستيك، فحلو قوي. بصوا يا جماعة السباركل. في بقى كده حاجات صغيرة، تعالوا نفتحهم مع بعض. انا ما بقاش فرح لو ما طلبت مليون جرام للموبايل. اوريكم انا طلبت ايه وقولوا لي انا واحد احطه على الموبايل. ده كنت بشوف كل الكي بوب ايدلز حاطينه، كنت بتغاظ. بصوا الجمال، الكواليتي بتاعته حلوه قوي بجد. متخيله كده وانا ماسكاه، لو سمحت انا شخص مهم ما حدش يكلمني، ما اعرفش ليه بس هو بيديني الاحساس ده. جرابات بقى اللي هي الكيوت. بصوا
انا اكيد هحطهم على الموبايل عشان تشوفي شكلهم طبعا. اصلا الالوان الحاجات دي اصلا بارزه. يجي معاها الستراب ده عشان نحطه برده في الموبايل. اوه بصوا يا جماعه الكياته، بصوا الدب والستار والباني. حلو فينا دول بارزين، فلو الموبايل واقع او حاجه هيحموا الموبايل. الستراب ده جاي معاه. واخر جراب معانا للموبايل، راح جبت الجراب ده عشان البوب سوكيت ده. البتاع شفافه شكلها كيوت قوي، فيها سباركلز كده، برده عامل كده زي مرايه، عليه بقى باتر فلاي وورد، شكله فانسي قوي. يا الله الكياته، او ماي جاد يا جماعه، عايزه احطهم كلهم مره واحده، مش عارفه ازاي. طبعا انتوا عارفين حبي للنضارات دي، وعلى طول بتسالوني تجيبوها منين، من شي ان. في لون ناقصني اللي هو اصلا اهم لون، وانتوا هتجيبوا لون فبجد ارشح لكم تجيبوا الازرق. يجي كده في كفر ده. اوه ماي جاد، بصوا يا جماعه انبوكسنج ناري شراري، انا عارفه. يلا نكمل مع بعض. والله يا جماعه شي انا عندهم شويه حاجات انتوا عمركم ما تتخيلوا ان انتوا محتاجينها. دي انا جبتها لل هي الكحول اللي بنرشه على ايدينا، بتملوه من هنا، سهله قوي بجد. ودي بيجي منها الوان كتيره، بس انا اخترت اللون الابيض. تعالوا نشوف ده عشان هو كبير قوي. دي من دايزي. تعالوا نشوف انا جبت ايه يا جماعه. انا بعشق الشتاء، فتقريبا انا بستعد للشتاء بدري بدري، بس الجو خلاص سقع. كلوفر سويتر، مش عارفه، بس بصوا اللون تحفه ازاي. الخامه بتاعته اللي هي الخامه دي، ده مقاس لارج، تيجي من هنا ومن تحت تقدروا تشدوه كده وتضيقوه. انا عاجبني قوي اللون الكريمي مع الزيتي، هديله 10 من 10. طبعا انا مش هجيب جرابات للموبايل واسيب الشاحن يزعل على جنب، لازم برضو كده ايه نخليه كيوت. بتيجي دي كده وبتحطوا فيها الراس بتاعت الشاحن، تحطوا دول الصغيرين في بدايه ونهايه الشاحن عشان السلك. يجي بقى ده تلفوه على السلك عشان السلك برضو ذات نفسه ما يبصش او يتقطع يتبهدل كده، فحسيتها حاجه حلوه قوي تبروتكت الشاحن. جبت دي مينلي للسفر، ده شكلها. يجي منها طبعا الوان كتيره جدا، الكواليتي بتاعتها حلوه جدا جدا. ورا في جيب، تقدروا تشيلوها من هنا تفتحوها بقى كده، فيها العلاقه دي عشان لو عايزين تعلقوها على اي حاجه. هنا سوسته، في هنا سوسته، كمان بقى السوسته الكبيره. سو من جوه تقدروا تحطوا فيها حاجات كتيره جدا. سوسته قدام هنا، انا جبتها للسفر عشان ابقى احط فيها الميك اب والسكين كير، بجد عمليه جدا في السفر. في حاجه كمان للسفر برضو جبتها، كنت على طول يا جماعه بتفرج على فيديوز واشوف الناس بيقعدوا يرتبوا حاجه السفر، انا برضو قلت اجيبهم حتى لو انا مش مسافره، لو في حاجه عايز تتشال حطهم فيها. عايزه اعدهم، 1 2 3 4 5 6. اوكي يا جماعه خلاص البوكس قرب يخلص، بس تعالوا اوريكم انا جبت دي الهاله، هي هاله اللي كانت محتاجاها. انتوا عايزين تعملوا ضوافركم يكون شكلها فرنش، دي بتساعدكم جدا اصلا. بصوا الحته دي ساتيسفاينج جدا، بصوا بقى الحلاوه والكياسه. طبعا جبت اللي فيها بينك عشان تليق مع الاوضه بتاعتي. الكواليتي بتاعتها حلوه قوي قوي، وبيجي منها مقاسات، بس انا جبت المقاس الصغير ده، سوفت ومريحه، وهي ذات نفسها ناعمه قوي، ف I'm in love with it. My favorite purchase بقى، بصوا يا جماعه حاطينها في ايه بجد، يعني بصوا قد ايه بياخدوا بالهم من الباكجينج. طول عمري نفسي فيها واخيرا جبتها. looks so aesthetic كده، I don't know، شكلها بجد حلو قوي. ليد بتاعتها بتحطوها عليها كده، وكمان بيجي معاها الشاليمو بتاعها، بجد الكواليتي رهيبه، بس انا مش عارفه ليه الليد اكبر من الكوبايه، وطبعا هي ازاز. I love it. وصلنا لاخر 3 حاجات. او ماي جاد الكواليتي حلوه جدا. فيها دول عشان ما تقعدش تتزحلق في الدرج، جبتها عشان هرص فيها الميك اب بتاعي الجديد، اكيد هبقى اوريكم شكلها لما احط فيها وارص فيها الحاجه دي. تقدروا تستخدموها في اي حاجه، تحطوا فيها حاجات في الثلاجه. انا برضو كنت خايفه الكواليتي ما تبقاش حلوه، بس الكواليتي از بيرفكت. سكشن الكيتشن عندهم مش طبيعي، انا بجد ما كنتش عارفه اطلع منه، بس جبت المعالق دي. ودول يا جماعه بيجي منهم الوان، في جولد، في سيلفر، في روز جولد. بصوا بقى الحلاوه والكياته، على شكل ورد وواحده على شكل قلب. بصوا يا جماعه بجد تحفه ازاي، يعني تخيلوا كده انتوا بتقدموا مثلا الشاي لحد وده كده اللي انتوا بتقدموا لهم بيه. وبيجي كمان نفس الاشكال بالظبط بس كبار، they're super tiny، بس بجد شكلهم تحفه. استنوا بقى فلوجاتي وانا بستخدم الحاجات دي. واخيرا وليس اخيرا وصلنا لاخر حاجه، جبت حاجه زي البروجيكتور اللي ورا ده، sunset lamp. لسه ما جربتهاش صراحه، بس اكيد هجربها واوريكم شكلها في الفيديو عامل ازاي. يجي معاها الريموت، دي بطاريات ورا، حطوه بقى في اي يو اس بي عندكم. ده كده شكلها بيجي الفايل ده، هبقى احطها اكيد في فيديوهاتي بقى مع دي، ممكن احطها كده الناحيه دي
فنعمل إضاءة بقى في الفيديوهات. انتظروني أنا هعمل لكم شعللة. بس يا جماعة دي كانت كده كل مشترياتي من شيئاً. إيه أكتر حاجة أنا جبتها عجبتكم؟ قولولي بقى لو عايزين نعمل فيديوهات دي كتير اللي هي مشترياتي من شيئاً. وطبعاً بقى ما تنسوش اللايك سبسكرايب كومنت شير عشان أبقى أعمل لكم أكتر من الفيديوهات دي. بس كده يا أصدقائي هشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي. أنياا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 ا